أشرف المرسلين سيدات والسادة أيها الحضور الكريم مرحبا بكم معنا في هذا اللقاء بالإنبات أود أن أشكر جزيل الشكر الحضور الكريم حضوركم هو دعم لنا كذلك أشكر الأساتذة الذين نبوا دعوتنا يسرني أن أتواجد وسط هذه النخبة والكوكب الحقوقية المتميزة لأشارككم وأشارككن افتتاح وتسيير الندوة الثانية ضمن برنامج مواطنة مشاركة مواطنة عفوا تحت عنوان واقع حقوق الإنسان بالمغرب بين السياسات العمومية وتحديات الأجراء إذن هذه الندوة هي جزء من مشروع تعمل عليه الجمعية السالفة الذكر تحت شعار 100% مواطنة 100% تعايش 100% حقوق عندما نتحدث عن حقوق يتبادر لأذهاننا وللوهلة الأولى كل ما لا يستطيع الإنسان العيش من دونه بكرامة إذن لكي يعيش الإنسان بكرامة يجب أن تتوفر له الحقوق الحقوق هي حقوق عالمية وثابتة أي غير قابلة للتصرف ولكل إنسان أن ليس له أن يتخلى عن هذه الحقوق كذلك ليس للآخرين حق في أن ينتزعها منه لكي لا أطيل عليكم عنوان هذه الندوة هو واقع حقوق الإنسان بالمغرب إذن ما هو واقع حقوق الإنسان بالمغرب وما هي السياسات العمومية التي نهجت في هذا الصدد كذلك إلى أي حد تمت يعني أجراءات هذه السياسات العمومية هذا ما سنراه مع الدكتور الحبيب حجي محامي ورئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان كذلك الدكتور نور الدين الداودي أستاذ جامعي بكلية متعددة التخصصات بالعرائش ثم السيدة مها فنيش فاعلة وناشطة حقوقية وسياسية إذن مرحبا بكم معنا كذلك مرحبا بالحضور الكريم